امبارح كنت مجرد طالب عادي، النهارده احنا بنقول احنا اول شركه ناشئه في مصر في مجال الذكاء الاصطناعي. حلمنا في المستقبل ان شاء الله ان احنا تبقى عندنا اكبر شركه مقاولات في مصر، وان شاء الله على مستوى العالم في مجال طباعه ثلاثيه الابعاد. امبارح كنا شغالين عند حد مش عارفين الدنيا واصله بينا لفين، النهارده احنا عندنا حلم وبنحاول وبنسعى ان احنا نحققه، بكره ان شاء الله هنكون حققنا حلمنا ودنبا وصلت للعالميه. المحطة الأولى يومياً الرابعة إلى عشرة مساءً على تان تي في.